الثاني ده من الورقة البحثية اتكلمنا على نقطتين. أول حاجة تأثير البيئة المحيطة للشخص والخارجية على مستوى أجره. تاني حاجة اتكلمنا على إزاي الأشخاص اتحركوا من شريحة للتانية، من دخل يعني منخفض لدخل مرتفع في الفترة الزمنية اللي عندنا. طبعا احنا ضمننا ان اتليست ان الفرد يكون موجود على مدار الست سنين اللي هي كانت من 2012 ل 2016. لو بصينا على اول نقطه اللي هي تاثير البيئه المحيطه على الفرد على الاجر الحالي، هنلاقي انه اول حاجه نقدر نوصل لها ان كل لما بيكون مستوى الاب التعليمي مرتفع في البيت غالبا بيكون مستوى الاجر اللي هو بياخده الشخص بيكون مرتفع بشكل اعلى. تاني حاجة لقينا هنا انه لو ما بنبص برضو على المستوى التعليمي للأم، كل ما مستوى التعليمي للأم يكون مرتفع برضو كل ما بيكون الفرد عنده دخل أعلى وعنده مستوى أجر أعلى. آسف. تالت حاجة بصينا على الموضوع من مستوى الحضر والريف من الروبن من الأوربن والرور أرياز، ولقينا إنه فعلا الناس اللي هي غالبا ميلادها في ناحية مناطق الحضر عندهم مستوى من الدخول أعلى من المستوى للدخول اللي في الأريا. تاني نقطة ده على مستوى الأولين، ده كان على مستوى البيئة المحيطة. تاني حاجة هنا على مستوى الحراك أو الموبيليتي بتاع الشخص من شريحة متدنية لشريحة أعلى. اول حاجه لقينا انه حوالي من 2012 ل 2018 عندنا حوالي 40% من الاشخاص اللي كانوا موجودين في الشريحه الاعلى هم بس اللي فضلوا في نفس الشريحه، وده معناه ان في باقي حوالي 60% انتقلوا شرائح اخرى هي اقل. في نفس الوقت بالنسبه للشريحه الدخل الادنى لقينا ان 70% من الافراد اللي موجودين في الشريحه الادنى دي انتقلوا لشرائح اخرى. ده بالنسبه للافراد الموجودين في سوق العمل كان على مدار الست سنين اللي هو من 12 لحد 18. يعني اعتقد الحركه كانت موجوده، وده كان مهم عشان يعني لو ما كانش في حركه كانت تبقى كارثه حقيقيه، لان الواحد ما بينتقلش من شريحه للثانيه في مدار ست سنين في شغله يعني على الاقل. آخر حاجة بس سريعا على لو بصينا على الحركة بحسب الـ 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 الفئات اللي عندنا في الديتا بتاعتنا وفي الورقة البحثية، هنلاقي الناس اللي حصلت على تعليم عالي كانوا العائد عندهم من الأجر كان أقل بكتير بالنسبة لقبل كده. هنلاقي لو بصينا تحت خالص إن الناس اللي عملت الشريحة بتاعتها قلت من اللي في التعليم العالي من قلت لتحت يعني من مكانتها حوالي 26.3% منهم، وده كان بنقدر نقارنه ب 12.1% لو بصينا في الفترة اللي هي ما بين 98 ل 2006. فالتعليم العالي بقى ارتفاع الأجر منه أقل بالنسبة للفترات اللي فاتت. تاني حاجة بالنسبة للقطاع العام هنلاقي إن الناس اللي طلعت في القطاع العام من شريحة لشريحة أعلى كانوا حوالي 54% في 98، نسبتهم قلت بكتير في القطاع العام اللي هم بقوا حوالي 39.5%. بالنسبة لو بصينا للرجال والسيدات هنلاقي إن مستوى الحراك أو الموبيليتي في الرجال بقى أعلى بكتير من السيدات، لأن هو الناس الرجال قعدوا حوالي 27% كانوا فضلوا في نفس الشريحة، في حين السيدات اللي فضلوا في نفس الشريحة في الوقت ده كان حوالي 37.3%. آخر حاجة على مستوى المستوى المهارات، يعني لو حد عنده مهارة عالية أو متوسطة أو قليلة، ده بيجمع أو بيأكد اللي قلناه في مستوى التعليم العالي، إن غالباً اللي هم عندهم مستوى تعليم عالي حصل لهم زي ما بنقول كده جزء منهم اللي هو حوالي 27.8% من 2012 ل 2018 حوالي قالوا لشريحة أدنى بالنسبة لقبل كده كانت 22% و11.1% من 98 ل 2006. اخر حاجه نتائج الورقه البحثيه دي ان اول حاجه في انخفاض في الدخل الحقيقي للافراد في مصر، ارتفع عدم المساواه ما بين 2012 ل 2018. تاني حاجه انه نسبه عدم المساواه دي كانت ملحوظه جدا على مستوى جمعيه معينه زي على مستوى الومن وكده. الظروف المحيطه للفرد زي الاهل والمنطقه اللي ما هو موجود فيها كانت لسه لازالت مؤثر قوي جدا في تحديد دخله اللي هو الباك جراوند الاهل وكل الكلام ده.
كان في حرق نوع من الحراك او الموبيليتي ما بين شريحه للثانيه، ده لازال موجود فعلا حتى في 2012 2018، وده يعني اتليست على الاقل كان يبقى موجود عشان يدي اي ساين جود ساين لان احنا في حركه وان الناس في بروجرس في سوق العمل فعلا. اخر حاجه بالنسبه للفئات اللي هي الفارنبل جروبس والسيدات اللي حالها سائد جدا من ناحيه الرواتب، وخصوصا لما بصينا عليها بالنسبه للرجال، اخر حاجه انه حصل زي ما بنقول كده ويج جندر ويج جاب، الجاب ما بين الجندر ويج ما بين الرجال والسيدات هو كان ب 27% في 2012 وصل حوالي 60% في 2018، وده رقم عالي جدا. اخر حاجه الورقه، يعني المفروض ان هي اي ثينك ان احنا ما فيش وقت ان احنا ديسكاس، بس ممكن ديسكاس في السيشن ان هي تطرح زي بوليسي ريكومنديشن للسيتويشن اللي احنا فيها.